السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم باش نلخص بلا ورك ابوني ولا داكشي، خلينا من داكشي المهم والمفيد. المفيد عندنا هاد اليامات طارين واحد المشاكل بزاف اللي فيه المرض ديال البارفو، عاوتاني ناض عاوتاني دار واحد لاطاك اللي هو بزاف، وبزاف الناس كاين عاوتاني ما كنشوفش النعاس كيعيطوا ليا. الحمد لله كاينين اللي تصوبا وكاينين اللي ماتوا، كاينين جوج كلاب ديالي حتى هما ماتوا، تهملتهم صراحه الله هملتهم، ما رديتش لهم البال حيت كنت ما مساليش، كنت كنعاون في عباد الله ولكن نسيت كلابي، جاني المرض وما رديتش ليه البال. المهم الحمد لله على كل حال. المهم واحد النقطه بغيت نركز عليها بزاف كدير حتى هي هذا المرض هذا، حيت بنادم بزاف اللي ما عارفينش الفاكسان اشنا هو فاكسان. فاكسان هو واحد الفيروس كتشدو كديرو في الكلب كتيوتيليزي، اش كيدير هذيك الساعه كيتقوى، ملي كيقوي المناعه ديالو الكلب بهذاك الفيروس، واخا كيجي الفيروس كيبغي اتاكي الكلب ما كيتاتاكاش. فاهمين عرفنا شنو هو الفاكسان. الخلل اللي كاين هو كاينين الناس ما كيحترموش القوانين ديال لي فاكسان، كيهملهم، كيشري كلب 3000 4000 درهم صافي وكيهملو. واخا النقطة المهمة اللي غادي نركز عليها، الناس اللي كتشري الكلاب، الناس اللي كتبغي تولع، الناس اللي كتحب الحيوان، ملي كتشري واحد الحيوان اللي هو كلب اللي صديق، ملي كتحترم لي فاكسان ديالو كتكون مهني من هاد المشاكل، كتكون مرتاح. ملي ما كتحترمش كيوقع واحد المشكل، كيف ما طاحت عندي واحد الحالة يلاه ماتت، كتشوفوها في ستوري ديال الانستغرام، وغادي ندلوح لكم واحد البارتية منها. وصراحة الله بقات فيا الحال، وحيت كنت انا درت واحد الخلل، ولكن ما كنتش على ما كانش عندي دراية عليه، ولكن من بعد عرفت، ولكن اللي عطى الله عطاه ماتت، بقى فيا الحال بكيت عليها، ضرني خاطري، ماشي مشكل الحمد لله ربي كبير. المهم المجهود ديالي نيتي كانت حسنة. ما علينا، المشكل اشناهو؟ كان دايرة الفاكسان ديال بريمودوك، ومني سالت المدة اللي عطاه الفيترينير على قبل هذاك البريمودوك، خصك تضرب واحد 26 يوم 24 يوم كتمشي عاوتاني كدير لي فاكسان اخرين، عاوتاني كيعطيك واحد لو طون اللي خصك تحترم وترجع عاوتاني وتكمل هذوك لي فاكسان باش تكونفيرمي ديال العام. حنا لا، اشنو دار؟ خدا الكلب فيه بريمودوك، في بريمودوك هو ما عندوش درايه على هادشي كامل. سالت المده ديال بريمودوك وباقي ما دارش لي فاكسان اخرين. مني جاب لي الكلب انا كنت مشطون، مني شفتو قلت ليه الكلب خصو يكمل لي فاكسان ديالو، ولكن ما رديتش البال لادات بان البريمودوك راه سالات. الا سالات البريمودوك اش كنديرو؟ ما كنجيش ندخلو لي فاكسان اخرين، حيت الا درنا لي فاكسان اخرين كيتقاس الكلب بالبار، باش نتفاهم، حيت ما كتكونش عنده واحد المناعه وواحد بروتيكت، واحد الفاكسان اللي كيبريباري لواحد الفاكسان اللي غادي يدخل عنده باش يعاونو ويموتيفي بانه ما ياتاكيش الكلب، يقويه باش يكون عنده ديك المناعه قويه. واخا تما كيتصابت ليا الكلبه بالبارف، عقت بيها وقلت الحمد لله اللي عقت بيه انني نتبع لي ميديكامون، مشيت عند الفارماسيان خديت هاد لي ميديكامون اللي كتشوفوا فيهم فوسفوجيل سميكتاك كوتريم كولوبرام، سميتو كولوبرام ديال لانجيكسيون، كاين سيرو وكاين سيروم ها هو. المهم وكاين هاد الملتي فيتامين، الملتي فيتامين راه ضروري تعاونوا به كلابكم. معليك وانتر جورمين. واخا الغلط اللي درت فاش مشيت للفارماسي ما لقيتش كوتريم وما لقيتش ميتروزال، قالوا لي اوتيليزي فلاجيل، هذا فلاجيل هذا راه مزيان. واخا استعملته الحمد لله، كاين واحد التحسن، ولكن المشكل اللي طحت فيه هو الكلبه ما كتجمعش كرشه كتبقى جاريه. انا ما عارفش بان هذا اصلا هو كيجري الكرش، وانا كنعطيها حوايج اخرين باش تجمع لها الكرش والكلبه تصح وترجع لها لابيتي ديالها وترجع بخير وعلى خير. الحمد لله ليطاب اللي كانت فيها الدم ما بقاتش تحيد لي، كي دات لي الدم كامل لاحتو، مني لاحتو كيبان لي انا اصلا معاش بزاف مع هذا المرض هذا بارفو، لاحظت واحد الملاحظات، جددت واحد الحوايج جداد، دابا جيت باش نوضح لكم هذا الفراجيل ما تلقاوش تاخذوا، والناس اللي ما لقاوش وخداو في بلاصتو هادو ماتوا لهم كلابهم، كنطلب منكم المسامحه حيت انا ما كانش عندي درايه على هذه اللعيبه هذه. مهم جيت اليوم باش نوضح الامور، كناخذوا كلشي الا هاد فلاجيل.
كوترين وميتروزال واموكسي ماشي مشكل. هادوك اصلا انتي بيوتيك كياتاكيو الفيروس وسميتو وكيخلي لي ميديكامون اخرين يديروا خدمتهم باش تجمع الكرش فاهمي. ولكن هاد فلاجيل لا، هاد فلاجيل كيجري الكرش اصلا. الكلب بهذاك المرض كيولي فيه السخانه كتولي كرشو طايبه مسارنو كيطيبوا ليه اصلا كينشف. هذا اش كيدير لي؟ كيشد كيبقى يجري كيزيد يطيبو كيزيد يطيبو. حنا كنبقاو نكونتروليو غير لي بوزوان ديالو، كنشوفو الا كان فيهم الدم واش دار البوزوان كيرجع ليه الكولور ديالو اللي هو المارو اللي حنا كاملين كنعرفو اشنو هو الخروج. وثاني حاجه ملي كيكون فيه الدم راه كيبان لينا الكولور ديالو راه ماشي مارو، كيكون سميتو حمار ولا غوز ولا كيكون جاي للحموريه. مهم نتوما كتبقاو تروماركيو وكنبقاو نحسبوا شحال من مره كيدير الخروج وشحال من مره كيدير الردان باش كنعرف واش غادي يفتح الصون ولا غادي في حاله تدهور. الا كان فتح الصون كنعرف راه خدمتي، نبقى غادي على هذيك الميثود مزيانه ما نبدلهاش. اما الا كانت غادا في التدهور كناخذ استشاره واخا غير ابيل ولا تلتجئ ليا نعرف شنو درتي في لي ميديكامون، حيت كاينين بزاف الناس كنقول ليه شوف خويا عطي الكلب ياكل في كل ساعتين عطي الكلب ياكل، كيقول لي خويا راه ما بغاش ياكل. دونك هذيك الساعه انا قلت لك انا بعيد عليك، كنتي قريبه لي كنتي قريب ليا غنهز لي ميديكامون بلا ما نخليك تمشي تشريهم. غنهز لي ميديكامون غنتمجي عندك حتى عندك انت الا كنتي قريب. هادشي درتو هما مره ما جوج كيف ما شفتو في واحد الفلوق ديال واحد الكلب راه الحمد لله ولات بخير وعلى خير. المهم ما علينا، هذه هي خلاصه القول اللي جيت نقول لكم عليها. الدراري اتونسيون من الفلاجيل، هاد الفلاجيل هذا راه ما خدامش، هذا ما كيعاونكش باش انك تسوفي لو شيان ديالك. هادشي اللي كاين اخوتي. الفلوق الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم اشنا هو البارو، اشنا هو الدور ديالو في لوكور ديال الحيوان، من كيفاش كيولي في هذيك الحاله لا يرتاح لها. الفلوق الجاي هذا الشيء اللي غيكون، وغادي يكونوا بزاف الشرح على هاد لي ميديكامون. وخوتي خليكم معايا، تبارك الله عليكم في لوشيان كوجان.